اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. كان الكلام في أصناف وأنواع موضوعات الحكم الشرعي، وأعتقد بأنه هذا البحث يعد من المحاور الأساسية لعملية استنباط الحكم الشرعي، يعني أن الفقيه ما لم يتوفر على تشخيص موضوعات الأحكام الشرعية فإنه لا مجال له لاستنباط الأحكام، وذلك لأن الأحكام إنما تترتب على الموضوعات، ونسبة الموضوع إلى الحكم نسبة السبب إلى المسبب. ومع مجهولية السبب كيف يمكن أن نصل إلى معلومية المسبب؟ لا إشكال أن المسبب أيضا يبقى مجهولا. والأبحاث التي عرضت في كلمات فقهائنا قدس الله أسرارهم في هذا المجال كثيرة جدا، ولكنه مما يؤسف له أنه لم يعقد لهذا البحث عنوان مستقل، وإلا أنتم وجدتم بأن ما أشرنا إليه في النتيجة نجد هنا وهناك جملة من الشواهد والكلمات التي تؤيد هذا الاتجاه أو ذاك الاتجاه. فلا يتبادر إلى ذهن أحد أن الأعلام لم يلتفتوا إلى هذه المسألة، لا التفتوا، ولكن لم يلتفتوا أو لم يعيروا تلك الأهمية التي تستحقها هذه المسألة، وهذا طبيعي باعتبار أن الموضوعات عموما هذا وضعها، الموضوعات عموما هذا وضعها، أنه تحتاج أو أنها تتبدل وتتغير بتغير الأزمان والأمكنة والأحوال والأشخاص ونحو ذلك من العناوين التي سنشير إليها بعد ذلك. هذه مسألة تغير الموضوعات بتغيرات الأحوال والأزمنة والأمكنة تعد لعله صاحب الجواهر في عشرات الموارد عنوان هذا العنوان، عنوان الأزمنة والأمكنة والأحوال والأشخاص، وسأشير إلى ذلك إن شاء الله بقدر ما تسع هذه جعبتنا أن نجيب فيها كتب، وإلا أنا بودي أن العبارات تنقل من الأعلام، لأنه هسه إما أن الإخوة ما عندهم مجال يراجعونها أو أساسا المصدر ليس بأيديهم أو الطبعات مختلفة. على أي الأحوال، هذه القضية إخواني الأعزاء تعد محورا في بحثنا هذا، وهو أنه أساسا تشخيص موضوعات الأحكام الشرعية لا المتعلقات، لأننا ميزنا سابقا جيدا بين الموضوع وبين المتعلق، لأن الموضوع هو الذي يترتب عليه الحكم، وما لم يشخص الموضوع جيدا لا يمكن فهم الحكم جيدا. السؤال المطروح هنا، البحث الذي أشرنا إليه، هو أنواع وأقسام موضوعات الأحكام الشرعية، أشرنا إلى بشكل عام يمكن تصنيفها إلى أربعة أصناف. الصنف الأول هي الموضوعات الشرعية أو المستنبطة أو المخترعة. الصنف الثاني هي الموضوعات المركبة. الصنف الثالث هي الموضوعات العرفية. والصنف الرابع هي الموضوعات المستحدثة. ولعل هذا الباب وهو باب الموضوعات المستحدثة، وهنا افتحوا لي قوس إخوان الأعزاء، من يستطيع منكم أن يكتب كتابا فقط يحدد الموضوعات المستحدثة لا يبحث عن أحكامها، فليترك الأحكام ماذا للذي يريد أن يستفيد، فليذهب إلى علم الطب
ويأخذ الموضوعات ماذا؟ المستحدثة، ويبحثها تخصصيا علميا، يبحث يذهب إلى الفلك ويبحث ماذا؟ الموضوعات، يذهب إلى الكمبيوتر ويبحث ماذا؟ الموضوعات، يذهب إلى العقود الحديثة، افترض تأمين بورصات، ويبحث ماذا؟ الموضوعات، ثم يضعها بيد من؟ ها، بيد الفقيه، حتى إذا أراد أن يعرف ما هو المراد من عقد التأمين، أو التأمين ما هو، أنحاء التأمين. طبعا أكو كتب قانونية كتبت، ولكن لم تجمع هذه. ما هي الاصطلاحات أو الموضوعات المستحدثة في الطب، في المعادن، في إلى غير ذلك؟ هذا بحث أساسي ومهم، ويخدم الفقيه كثيرا في مثل هذا المجال. الآن موضوع الاستنساخ، مولا، موضوع الاستنساخ الآن اذهب به إلى ماذا؟ إلى الفقيه، قل له بأن الاستنساخ يجوز أو لا يجوز. ماذا يقول أولا؟ أول سؤال يسأله الفقيه ما هو؟ يقول أساسا ما هو الاستنساخ؟ وشنو الاستنساخ؟ واقعا يحتاج مدة إلى أن يطلع على هذا الموضوع. هذه المعاملات الهرمية اللي موجودة في المواقع الكمبيوترية، واللي هي الآن أضخم السرقات تصير على ماذا؟ على هذه المواقع الهرمية، واللي أكو بها استفتاءات من بعض الأعلام ويجيبون على واقعا هي هذه أي نوع من أنواع المعاملة؟ هذا يجوز أو لا يجوز؟ والفقيه عندما دا يقول لا يجوز بعنوان أول، دا يقول له بعنوان ثانوي، والآثار المترتبة على أي منهما. هذه إخواني التفتوا إليها جيدا. أنا أتكلم مع هذا الجيل، ها، وإلا الأجيال السابقة لا بعد أوقاتهم تسمح ولا أعمارهم تسع هذا المجال، وإنما هذا الجيل اللي إن شاء الله تعالى هو الجيل الذي سيرفع الراية بعد ذلك، ويتصدى لمسائل التقليد والاجتهاد والمرجعية بمختلف الأبواب. على أي الأحوال، فيما يتعلق بالصنف الرابع إخواني، وهي الموضوعات المستحدثة، قلنا بأنه يوجد اتجاهان في استكشاف أحكام الموضوعات المستحدثة. أنا دا ألخص البحث لطلبي جملة من الإخوة. يوجد اتجاهان في فهم أو استكشاف أحكام الموضوعات المستحدثة. الاتجاه الأول يقول أنه هذه الموضوعات لابد بنحو أو بآخر نرجعها إلى إحدى الأقسام الثلاثة السابقة. هسه إما ترجع إلى الموضوعات العرفية أو إلى المركبة أو إلى المخترعة بنحو من الأنحاء، هذه بعض مصادق تلك الموضوعات. لأي مبنى؟ هسه الآن مبنى خليه في محل، المهم الاتجاه هو هذا. كما هو الحال في باب العقود، الآن أنتم ارجعوا في باب العقود، يوجد توجه أن عقد التأمين مثلا لابد إرجاع إلى إحدى العقود المتعارفة عندنا، هسه إما عقد الضمان، إما عقد الهبة إما إلى غير ذلك. لماذا؟ لأنه هو معتقد أنه أساسا هذه العقود الحديثة أو المستحدثة لابد إرجاعها إلى ماذا؟ إلى العقود المتعارفة عندنا. هذا الاتجاه الأول. الاتجاه الثاني يقول لا، هذه موضوعات مستحدثة فتقتضي أحكاما ماذا؟ مستحدثة. ما معنى أحكام مستحدثة؟ مو أحكام يعني من وراء الكتاب والسنة، لا، الفقيه يبحث ولعله موضوع جديد فيحتاج إلى ماذا؟ الاستنباط حكم شرعي له. هسه في باب العقود لعل القضية سهلة، يقول باعتبار إطلاقات أوفوا بالعقود شاملة لأي عقد، سواء كان عقدا متعارفا قديما أو مستحدثا، لا فرق، المؤمنون عند شروطهم شامل إطلاقاتها وعموماتها، أو تجارة عن تراض شامل لها، وهكذا. هاي إطلاقات الأدلة، وهو بحث مفيد في هذا المجال. والإخوة واقعا من الكتب الجيدة في هذا المجال هو كتاب السيد الحائري حفظه الله في العقود، من الكتب القيمة في هذا المجال، يمكن للإخوة أن يراجعوا هذا الكتاب، هذا من الكتب التحقيقية في هذا المجال. على أي الأحوال، في نفس الكلام يقال أين؟ في الموضوعات المستحدثة، وهو أنه لا بد أن نرجع في حكمها ما من شيء إلا وله أصل ماذا؟ في كتاب الله، لا بد أن نرجع. لكن ما هي المراحل التي لا بد أن يمر بها الفقيه
لكي يستنبط حكم الموضوعات المستحدثة. لا أقل إخواني الأعزاء خمس مراحل أكو لابد أن يطويها الفقيه لكي يصل إلى ماذا؟ لكي يصل إلى حكم هذه الموضوعات أنا أشير إليها إجمالا إخواني الأعزاء. هذه المراحل، المرحلة الأولى هو تشخيص الموضوع بدقة عالية، لأنه ما لم يشخص الموضوع واقعا يقع في اشتباه كبير. المرحلة الثانية عرض هذا الموضوع على موضوعات الأحكام الشرعية المتعارضة، سواء كانت عرفية، كانت مركبة، كانت ماذا؟ مخترعة. يعني الاستعانة بنظرية الأشباه والنظائر، وهذه قضية مهمة مع الأسف الشديد في بعض مراكزنا العلمية هذه تركت. ولعله من أهم مميزات مدرسة السيد البروجردي رحمة الله تعالى عليه في قم هي كانت هذه المسألة، وهي مسألة النظر إلى الأشباه والنظائر، هذا الذي يعبرون عنه بالتتبع، يعني أنه هذا الموضوع أمثاله في الكتاب والسنة الشارع كيف يتعامل مع مثل هذه الموضوعات، مو مع هذا الموضوع لأن هذا الموضوع مستحدث، وإنما مع ما يشابه هذا الموضوع الشارع كيف يتعامل معه. بعبارة أدق، ما هو مذاق الشارع؟ هذا تعرف ذائقة الشارع هو مهم. هذه الذائقة قد تكون ذائقة حسية وقد تكون ماذا؟ ذائقة علمية. أنت لابد أن تتعرف على مذاق شنو الشارع. أضرب مثال حسي إخواني للإخوة، أنا أتصور واضح أمامهم، وهو أنه قد أنت عندك علاقة مع صديق أو مع والدك أو مع شخص عزيز عليك، يعرضون عليك أنت هذه القضية، اعرضها على فلان، تقول أدري لا يوافق عليه، تقول له بابا أخو أنت ما سألته، يقول ما أنا أعرف مذاقه، أنه هذا ينسجم مع مذاقه لو ماذا؟ ها؟ هذا كل واحد لا يستطيع أن يقوله، كل واحد يقدر يقول هذا؟ من يستطيع أن يقول هذه الجملة؟ ها؟ اللي عنده ممارسة كاملة مع هذا الصديق، مع هذا الأخ، مع إلى آخره، يقول مذاقه لا يساعد أو لا يوافق، صحيح ولا لا؟ إذن الفقيه ما يكفي مولانا أن يأخذ أربع روايات يقول حلال لو شنو؟ لو حرام، لابد أن يتعرف على مذاق شنو؟ على مذاق الشريعة، على ذائقة الشريعة، أنه هذا ينسجم مع المذاق العام للشريعة أو أنه لا ينسجم. وهذا إن شاء الله تعالى في بحث سأعرض له إخواني الأعزاء، وهو أنه ما هو الفرق بين استكشاف حكم مسألة بما هي هذه المسألة، يعني من غير النظر إلى مسائل أخرى، وبين استكشاف مسألة حكم لمسألة بالنظر إلى النظام العام الذي يحكم نظام ماذا؟ نظام الشريعة أو مذاق الشريعة. واي فرق يصير أخوان، واي فرق يصير. ماذا أتكلم عن نظرية المقاصد ها؟ ولا دا أتكلم عن نظرية الأهداف والأغراض، لكن له حديث آخر. لا، المذاق العام الآن ما أريد أعرفه هنا ولا أدخل فيه لأنه يأخذ وقت كثير. هاي اثنين. إذن المرحلة الثانية أن يتعرف على ماذا؟ ها؟ على مذاق الشريعة. المرحلة الثالثة، إذا استطاع أن يتعرف على مذاق الشريعة العام، عند ذلك يذهب ليرى بأنه أساساً توجد أدلة خاصة تقترب من هذا الموضوع أو لا توجد أدلة خاصة، لعله ما يشبه هذا الموضوع توجد هناك أدلة خاصة وردت في حادثة، ولعله جملة من الأعلام قالوا والرواية معرض عنها، ولك هذا ينفعنا وينفعنا، لأنه إحنا هو هذا الإعراض هو من نعتني به إن شاء الله بيانا في محله وذكرنا في علم الأصول. لعله تجد رواية، الآن مثلا رواية أن الزكاة موجودة في الأرز أو ما موجودة في الأرز، ها؟ ما مكو زكاة في الأرز، ما زكاة في الأرز، ما ليش حنطة وشعير وكذا، يسأل وجدت رواية يقولون لو معرضة لو تقيم، ولا ورواية عن الإمام الصادق صحيحة السند أيضا يقول لأنه في زمان رسول الله خوف المدينة أرز ما كان أكو حتى يضع الزكاة على الأرز. شنو تفهم من هذا اللسان؟
ها؟ يعني بابا الذي كان متعارفا في المدينة كان حنطة وشعير وتم وزبيب، النبي وضع شنو على هذا؟ فلو كان الأرز أيضا من الطعام المتعارف في ذلك الزمن أيضا لوضع عليه ماذا؟ لوضع عليه الزكاة. ولذا الآن رأي معتد به من فقهاء المدرستين، يعني هم من الصحابة وهم مدرسة أهل البيت، يعتقد على كل حبوب متعارف سواء كان ذنيكة السابقة أو ماذا. هذا من شاء ماذا؟ من شاء وقعا روايات خاصة بها، روايات خاصة، طوائف أربعة في باب الزكاة إن شاء الله فيما يقع فيه الزكاة لعله مثالها يأتي، ومهم أيضا من الأبحاث الأساسية. إذن عرض الموضوع على ماذا؟ ها؟ عرض الموضوع على الأدلة الخاصة، فإن لم يجد شيئا يقترب منه المرحلة الرابعة يعرضه على الموضوعات العامة والقواعد العامة في الشريعة. وهذا أيضا بحث عام إخواني، ومع الأسف أيضا مغفول عنه، وهو أنه أن تنظر إلى الشريعة وتنظر بأنه الحالة العامة التي تحكم شريعة ما هو. يعني أضرب لك مثال، الشارع الشريعة بناء على نفي الملكية الفردية أو إثبات الملكية الفردية. أنت عندما تأتي إلى النظام الإسلامي، النظام المالي والنظام الاقتصادي، تجد أنه للملكية الفردية أكو مجال أو لا يوجد مجال؟ بل مجال واسع، ولكن ملكية فردية مطلقة لو محدودة في قبال النظام الاشتراكي اللي يرفض الملكية الفردية. هذا قاعدة عامة. فإذا وجدت فشيء ينافي الملكية الفردية، إذا هذا ينسجم مع القواعد العامة للشريعة أو لا ينسجم؟ لا ينسجم. إذا وجدت في مورد أنه من هذا الدليل يلزم الربا، أنت تقول القواعد العامة تبيح الربا في الشريعة أو لا تبيح؟ لا تبيح. تقول دليل خاص، يقول هذا ينافي القواعد العامة، مع أنه قد المورد تقول بابا في دليل خاص، يقول ما في مشكلة، لا يجوز، لأن القواعد العامة. إذا عرض المسألة أو الموضوع على الأدلة ماذا؟ على الأدلة العامة. وإذا لا هذا ولا ذاك، لا مذاقه، لا أدلة خاصة، لا أدلة عامة، عند ذلك المصير إلى ماذا؟ إلى المرحلة الأخيرة، الأصول العملية. أنه أساسا هذا الموضوع لابد أن يصار به إلى الأصول العملية. هم الأصول العملية لها قواعدها الخاصة بها. إذا هذه هي أقسام الموضوعات. النتيجة التي أخذها من أقسام الموضوعات ما هي؟ أمران أساسيان، خذوا ذهنكم إخواني. النتيجة الأولى أو الأثر الأول أن الفقيه مسؤول عن تشخيص الموضوعات أو غير مسؤول؟ مسؤول مطلقا بلا تفصيل. لماذا؟ لأنه أما في الموضوعات المخترعة الشرعية فواضح كوضوح الشمس، هو الموضوع موضوع ماذا؟ موضوع شرعي. وأما الموضوعات المركبة فأيضا واضح، صحيح أنه جزء منه مرتبط بالعرف وبالعقلاء وبالسيرة، ولكنه قيود وشروط وموانع وكلها مرتبطة بمن؟ بالشريعة، فتحتاج إلى تشخيص ممن؟ ها؟ من الفقيه. أما الموضوعات المستحدثة فأوضح من الموضوعات السابقة، لأن هذا الموضوع المستحدث إن لم يشخصه الفقيه كيف يستطيع ماذا؟ أن يعطي حكمه، لا يمكن أن يوكل أمره إلى العرف أبدا، لابد أن يوكله إلى أهل الاختصاص. هسه إما يجتهد وإما ماذا؟ ها؟ وإما يقلد. هسه من أقول يقلد مرادي التقليد الأعمى، ها؟ لأن التقليد على نحوين إخوان، عندنا فالتقليد بلا دليل، وعندنا تقليد مع الدليل، يعني يسموه تقليد في الدليل أيضا. يعني أنت من يجيك الطبيب يقول لك هالشكل، تقول له بأي دليل؟ يقول بدليل هذا هذا هذا، وأنت بتثق به فتعرف الدليل، ولكن هذا الدليل من أقام لك يا المتخصص؟ أقام لك يا مو شغلك هذا. أنا من أقصد الفقيه يقلد، ما مو مقصودي التقليد العوامي، وإنما التقليد العلمي إن صح التعبير، صح هذا التقسيم. يبقى عندنا ماذا؟ يبقى عندنا الموضوعات العرفية، صحيح ولا لا؟ قلنا أن الموضوعات العرفية الصرفة
تقوم على ركنين. أولا تشخيص اللغوي لتحديد ذلك المفهوم مو شكل، وثانيا العرف. العرف العرف ما هو في هذا المكان؟ بينك وبين الله الآن كل واحد يعيش في منطقة بالضرورة يعرف عادات وأعراف تلك المنطقة؟ لا مو بالضرورة، ماكو ملازمة. واضح هذا المعنى؟ إذن على مستوى جميع الموضوعات الفقيه له ماذا؟ مدخلية. هسه قد تضيق الدائرة وقد تتسع، قد تتعمق وقد لا تكون كذلك. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، إذا كان للفقيه دور، خلوا ذهنكم يمي، إذا كان للفقيه دور في تشخيص الموضوعات وأنه هي من أهم وظائف الفقيه لاستنباط الحكم الشرعي، إذن يجوز التقليد فيها أو لا يجوز التقليد فيها؟ ها؟ لا إشكال ولا شبه أنه يجوز، إلا إذا ذاك الذي يريد أن يعرف الموضوع هو يريد يصير مجتهد، يقول له لا أنا أختلف معك في هذا الموضوع، ومن حق هذا، ولكن إذا لم يجتهد في الموضوع يجوز له التقليد أو لا يجوز له التقليد؟ نعم يجوز له التقليد، كل مشكلة ما، وهذا ما يصرحون به سأبين لكم للإخوة ولكن على تفصيل. إذن ما نعتقده نحن في موضوعات الأحكام الشرعية، أولا أن الفقيه ما هو؟ مسؤول عنها وعن تشخيصها بالدقة. التفتوا جيدا من أقول تشخيص مو مرادي تطبيق، لا يروح ذهنك إلى شنو؟ التشخيص يعني تحديد الموضوعات، أما عندما حددت الموضوع تعطي بيد من؟ ها؟ بيد المكلف. المكلف هو ينظر إلى حالته الشخصية فيجد هذا المورد ينطبق أو ماذا؟ أو لا ينطبق. التطبيق غير التشخيص. ها؟ لا تقول لي بأنه عندما يريد يشرب الماء أنه طاهر لو نجس لابد يأتي المن. لا لا لا، الفقيه وظيفته أن يحدد له ما هو الطاهر بالدقة الشرعية، ما هو النجس بالدقة الشرعية. من تعينت هذه حدود الموضوعات كاملة؟ يقول الأحكام مالته يجب الاجتناب لا يجوز الشرب، هاي الأحكام المحددة، ثم يعطيه بيد من؟ بيد المكلف. المكلف ماذا يفعل؟ مو يشخص الطهارة والنجاسة، وإنما ماذا؟ يطبق الطهارة والنجاسة. وفي كثير من الأحيان في الكلمات وقع خلط بين التشخيص وبين ماذا؟ وبين التطبيق. الذي هو وظيفة المقلد أو المكلف ما هو؟ التطبيقات لا التشخيصات والتحديدات. التحديدات بيد من؟ بيد الفقيه. الغناء تحديدا بيد من؟ بيد الفقيه. لابد أن يحدد بالدقة، مو أنه يقول والعرف ببابك. العرف ببابك شو؟ إلا إذا ثبت أن الشارع أوكل الغناء لمن؟ للعرف. والعرف أيضا تشخص عنده، بلي تطبيق هذا المفهوم وهذا الموضوع بيد من؟ بيد المكلف، أنه يطبق أو لا يطبق. جيد، هذان أثره. هذا تمام الكلام إخواني الأعزاء في البحث الثالث، وهو أصناف وأقسام موضوعات الأحكام الشرعية. البحث الرابع، هذا خلوه على ذكر منكم هاي النظرية، لأنه احنا في البحث الخامس سيأتي، أنا ما كنت أريد أذكره هنا ولكن وجدت المناسبة موجودة حتى أشير إليه، وهو في البحث الخامس. البحث الرابع سنعرض أنحاء أخذ الموضوع في الحكم الشرعي، مو أصناف موضوعات ماذا؟ يعني الشارع عندما يأخذ موضوعا في حكم شرعي بنحو واحد له أنحاء متعددة. لابد أن ننظر واقعا أنه بنحو واحد أو بأنحاء متعددة. في البحث الخامس سنعرض لمسألة أساسية، أقوال الأعلام من فقهاء مدرسة أهل البيت في مسألة مسؤولية الفقيه إزاء موضوعات الأحكام الشرعية وجواز التقليد فيها وعدم جواز التقليد فيها. ماذا يقولون؟
هسه نشوف النظريات الموجودة، الأقوال الموجودة في المقام، وفي العموم تقريبا يقول ماذا؟ ها؟ لا مسؤولية للفقيه إزاء الموضوعات، موضوعات الأحكام الشرعية، وبيانه سيأتي. تعالوا معنا إلى البحث الرابع من هذا البحث. أما ما يتعلق بالبحث الرابع، فيما يتعلق بالبحث الرابع أنحاء أخذ الموضوع على أنحاء النحو الأول، لا بد أن يلتفت جيدا. إخوان الأعزاء كونوا على ثقة، هذه ما أدري أنتم شايفين بأنه عندما تنظرون تروحون إلى صاحب مهنة، نجار بس، حداد، أيا كان، أكو شغلات عامة يعلمهم، وأكو شغلات إحنا اللي أنتم بالتعبير العراقي نعبر عنها شنو؟ سر المهنة. هذن اللي دا أقولهن إخواني، هذن شنو هن؟ هن سر المهنة. هذن إذا أنت ما تأخذن تبقى 50 عام تراوح شنو؟ في أبحاث الخارج، تحضر دورة 20 سنة ومن تخلص يقول لك هذا ما كافي، لابد تحضر شنو؟ ها؟ شيخنا الأستاذ الشيخ الوحيد الخراساني حفظه الله وأطال في عمره الشريف، حضرنا احنا عنده مولانا الاصول القسم الاخير، فمن انتهى من دورة الاصولية مالته الدورة صارت 18 سنة. طبعا انا ما حضرت 18 سنة، حضرت من اخر اجماع الى اخر ابحاث الدورة مالته. قال بانه هاي الدورة صارت 18 سنة والحمد لله خلصت، وان شاء الله من الاسبوع القادم سنبدأ شنو؟ دورة جديدة. فعندما اجى للدورة الجديدة قال بأنه لا يتبادر إلى ذهن الذين حضروا الدورة السابقة أنهم يمكنهم الاستغناء عن هذه الدورة، فلا بد أن يحضروا هذه الدورة أيضا. شيخنا لماذا؟ قال لأن بين الدورتين عموم من وجه، فإذا كان بينهما عموم من وجه، أكو قضايا ذكرناها في الدورة السابقة هنا ما راح نذكرها، وأكو قضايا هنا نذكرها ما ذكرناها في الدورة السابقة. إذن اللي يريد يشوف كل مباني الشيخ الوحيد لا بد شقد يحضر مولانا؟ 36 سنة. هو بينك وبين الله، إذا بس أصول 36 سنة وأنت واصل البحث الخارج وعمرك 25 سنة أو 20 سنة، هذا معناه عمرك 60 سنة أنت بعدك وين تراوح؟ هذا السبب شنو هاي الدورات الطول؟ وإلا دورة السيد أخوي في الأصول 6 سنوات وربت أمثال منهم ولا؟ ها؟ كل أعلام المعاصرين بلا استثناء، بلا استثناء، هذول الأعلام المعاصرين من باكستان الى لبنان الى ايران الى العراق، هذول تربوا في دورات منه سيد الخوي قدس الله نفسه في الاصول. 6 دورات اصول اعطى مولانا، 6 دورات اصول، الدوره ما تجاوز كانت 6 الى ماذا الى 7 سنوات. وليش مولانا هذول الان ربعنا دي يحضر دورات من 20 سنة وما يصير اصولي، ولكن هناك كان يحضر 6 سنوات ويصير شنو؟ اصولي. المهم أن هذه خبرة الأستاذ، أنه ماذا يشخص، ماذا يحتاج الطالب لهذه العملية، مو يزود معلوماته، زيادة المعلومات لا قيمة لها، وإنما يعلمه فن استعداد الاستنباط، فن الاستنباط ليس علما حتى أنت تكثر معلوماتك. هذا ذكرته في أول الأبحاث، قلت عملية الاستنباط علم وماذا؟ وفن. السياقة مو فقط تقرأ كتاب، تقرأ كتاب وبعد شنو؟ تطبق، ولا إذا ما لا تجوز خلف المقود تصير سائق بقراءة الكتب أو ما تصير أبدا، لا يمكن. هذني القضايا الإخوان اللي دا أشير إليها، هذني تعد من مفاتيح الفن، من أسرار الفن، من أسرار المهنة لتعلم عملية الاستنباط. النحو الأول، النحو الأول لابد أن يدقق جيدا أن الموضوع هو بنفسه موضوع، أو الشيء بنفسه موضوع للحكم الشرعي، أو لا أن الموضوع جزء، أو هذا الذي ذكر جزء من موضوع الحكم الشرعي، ولا بد أن ينضم إليه ماذا؟ جزء أو أجزاء أخرى. وليس بالضرورة، خلوا ذهنكم رجائي، أؤكد مع اعتذاري للإخوة الأعزاء،
وليس بالضرورة أن ذلك الجزء بالضرورة يلفظ في مكان آخر في دليل آخر، لعله الارتكازات العقلائية الشارع اعتمد عليها ومقصودة عندما تسأله يقول لا واضح هذا بعد ذاك أيضا جزء ماذا من موضوع الحكم الشرعي، ما يحتاج أنا أبينه. هاي اللي نعبر عنها القرائن اللبية، شنو المتصلة، قرينة لبية يعني شنو؟ يعني موجودة ومتصلة. متصلة ما موجود إلا الله، يقول لا مو القرائن المتصلة إما أن تكون لفظية وإما أن تكون شنو؟ لبية. ما معنى لبية؟ يعني محيطة بالكلام، محيطة بالكلام، محيطة بإشارات المتكلم عندما المتكلم ده يتكلم، هذه موجودة. الوضع العام، الحالة السياسية، الحالة الاجتماعية، الحالة الاقتصادية، الظروف التي تحيط بالإمام عندما يتكلم، لو تسأله يقول نعم مسلم أنه أنا قلت هذا الكلام لفلان زمان ولفلان شرائط لا مطلقا. يقول سيدي لماذا لم تبين؟ يقول واضح هذا لا يحتاج، قرينة لبية متصلة وتشخيصها بعهدة منهج. بعهدة من؟ بعهدة الفقيه لابد أن يشخص أن أن الشيء موضوع مطلقا مجرد، أو أنه موضوع بعنوان الجزء وهناك أجزاء أخرى وشرائط أخرى في الموضوع لم تذكر. وهنا أبين لك قاعدة، هاي بين قوسين افتح لي. بني أصولنا وفقهنا على أنه عندما يذكر الموضوع ينظر إليه هو الموضوع المطلق لكل زمان ومكان وشرائط و إلا إذا دل دليل على ماذا؟ على الخلاف، وإلا الأصل أن الموضوع ما هو؟ مطلقا. وهذا وقعا يحتاج إلى دليل. من قال أن الأصل في الموضوع أنه لكل زمان ومكان؟ لعله لزمان ومكان مخصوص، هذا لابد أن يبحث، وهذا الذي إن شاء الله هو بحثنا. بحثنا هذا في المفتاح الأول، هذا هو بحثنا، أن الزمان والمكان بالمعنى الذي سننقحه ونبينه ونبين محل النزاع فيه، هل هما قيدان في موضوعات الأحكام الشرعية أو ليس كذلك؟ ولكن مو مقصودنا من الزمان والمكان يعني العرف وتغير العرف، لا 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 إن شاء الله أميز بيناتهم. وأيضا هناك بحث بأنه ما الفرق بينهم، ما واضحة هاي النقطة؟ أضرب لها مثال من كلمات الفقهاء، ما أضرب أمثلة اللي هي محل بحثنا، بعد ذلك تأتي الأمثلة. هل السفر للصيد حرام؟ هذا الموضوع السفر للصيد حرامون، لو السفر للصيد بقصد الله واللعب ياهو منين؟ لا لا بد تستكشف لها. أنا أقول الأول هون ومن حقي أقول الأول، وين القيد هذا منين جايب أنت؟ إذن لابد أن يلتفت جيدا أن الموضوع هو بنفسه من غير انضمام أي جزء إليه، أو الموضوع مع انضمام ماذا؟ أجزاء أخرى إليه. مثال أوضح، مثال أوضح، هل الشطرنج حرام؟ هذا بعد محل الخلافة. هل الشطرنج حرام؟ هذا عنوان اللعب بالشطرنج، بأي عنوان انت عنوان اللعب بالشطرنج حرام؟ لو اللعب بالشطرنج إذا تعنون بكذا وكذا، أي منهم؟ هاي مسألة الخلاف بين سيد الإمام وبين ماذا؟ ها؟ وبين المشهور، اللي هو أي كلمات خرجت من بعض من لا ما أدري علم له لا خبرة له، خلاف المشهور كذا. هذا ذهب إلى الموضوع، الموضوع ثبت عند ماذا؟ مو الشطرنج، اللعب بالشطرنج من غير أي عنوان ما هو حرام، وإنما اللعب بالشطرنج
إذا كان عنوانا للهو واللعب والمجون فهو ماذا؟ فهو حرام. أما إذا لم يكن كان لتقوية الذاكرة أو لتقوية العملية الرياضية أو لأخر أصلا تعنون بهذا الشكل، مدى نتكلم في الصغرى الآن، لأنه هذا البحث الصغرى، فبحث آخر أنه الآن زماننا هذا له هذا وقعنا ما يمكن إيكال علما إلى المكلف، لأن المسكين المكلف ما هو شنو عنده دكتوراه في أن الشطرنج متعلمون بهذا له بهذا ماذا يعرف؟ أنت لابد تشخص له. في زماننا هذا سألت، قل أنت الفقيه، سألت أهل الاختصاص قالوا أساسا الشطرنج الآن في العالم لا ينظر إليه بعنوان مجالس اللهو، وإنما ينظر إليه ماذا؟ بهذا العنوان. أنت لابد تشخص له، مو هو منين يدري؟ وإلا لو تركت إله ويقعد بالبيت يلعب يقول اصلا من يقول الرياضيات تقوينا، ذاك يقول لا هو حرام، هذا يقول لا هو حرام، هذا يقول رياضية وياه من عرف ياه يقول لا هذا عنده دليل، ذاك عنده. هل عنوان الميسرية مأخوذ في حرمة اللعب بالشطرنج ان ينطبق عليه عنوان الميسر او لا؟ هذا العنوان اجنبي عن عنوان اللعب بالشطرنج ياه. وعشرات الآن الاحتمالات أنا أقدر أصور لك إياها في هذه القضية. إذن من هنا يستطيع الإنسان يهم يلتفت إلى واحدة من أهم أسباب اختلاف ماذا؟ الفقهاء. لماذا الفقهاء دي يختلفون؟ والآن سؤال موجود الآن بين الكثير من الناس، لماذا يختلفون؟ لأنه دي في تشخيص شنو؟ في تشخيص موضوع الحكم الشرعي. هذا النحو الأول. النحو الثاني، أن الموضوع أن هذا الشيء وقع موضوعا لحكم شرعي مشروطان، ذاك جزء أنك مشروطان أو ماذا؟ بلا شرط مطلقة. يا هم أمثلة كثيرة أفرض مجموعة أمثلة. مثال الأول، الزنا بذات البعل يوجب الحرمة الأبدية أو لا يوجب؟ ها؟ كان المفروض جناب الشيخ هكذا يدقق، وهو أنه إذا اشترطنا في الفاعل في الزاني أن يكون عالما بالموضوع والحكم معا فيورث الحرمة الأبدية أو لا يورث إذا كان جاهلا. لماذا؟ إما كان جاهل بالموضوع إما جاهل ماذا؟ بالحكم. متى يورث الحرمة الأبدية؟ إذا قلنا الزنا بذات البعل حرام يورث الحرمة الأبدية، علم الفاعل بالموضوع أو لم يعلم، هاي من الزوجة لو ما من الزوجة، علم بالحكم أو. والآن مسألة ابتلائية يكون في علمكم، مسألة ابتلائية، وجملة من الفقهاء همتين واقعا الآن حائرين، لأنه هذه زنا بها وهي ذات بعل بعد أن اطلقت وتزوجت والآن عندها أولاد، ثم الآن سمع صح على المنبر أنه قال لها هاي حرمة شنو؟ أبدية، فهل يورث أو لا يورث؟ ما مسألة ابتلائية وهواية همتي أنا صار فيها كلام رحمة الله تعالى عليه. مرزا جواز مولانا أفتو قول له ما بيشكل، لأنه بدليلها إجماع فقط ولا يورث كذا سوى. مباشرة بلغوه قالوا له شيخ سويت لنا مشكلة، لأنه هذولا مع الحرمة الأبدية إحنا ما كنا قادرين نلزم قبالها، هسه إذا حرمة أبدية ما مش راح نسوي مباشرة. أنا قال والاحتياط خلافه صدق. التفت وشي الزنا بذات العدة، الكلام الكلام لا يفرق، فسق إمام الجماعة، عدالة إمام الجماعة شرط، فإذا علم بعد ذلك أنه فاسق يبطل أو لا يبطل صلاة. النجاسة في البدن وفي الثوب للمصلي وعشرات الأمثلة. من هنا تجد أن الفقيه إذا لم يلتفت جيدا إلى موضوع الحكم الشرعي أنه مشروط أو مشروط، وقعا تبدأ الاختلافات، مو فقط تبدأ الاختلافات، لعله هو في موردين فدواجن تختلف. لماذا؟ لأنه مرة جعله شرط ومرة ماذا؟ لا يجعله شرط. بيع الأعيان النجس، هذا خلوه بيع الأعيان، النحو الثالث عندكم. النحو الثالث، المعاملة على الأعيان النجس، عندنا وقت، المعاملة على الأعيان
النجسة هل يحرم أو لا يحرم؟ طبعا هم عندنا حرمة تكليفية وهم عندنا حرمة ماذا؟ وضعية. هم عندنا بطلان، هم حرمة حفظ الثمن والمالية إلى غير ذلك. حرام لو محرم. وقع لابد أن ننظر أن الأعيان النجسة الشارع عندما قال حرامون، حرامون هسه تكليفا أو وضعا، حتى ولو في مورد كان لا منفعة فيه، وإن كان فيه 99 مورد ماذا؟ محلل، يحرم أو لا؟ إنما يحرم من جهة أنه لا منفعة محللة فيه، فإذا كانت فيه جهة محللة ويجوز. شنو المستفاد؟ أنه هذا واقع موضوع للحرمة. الشارع عندما حرم حرمها مطلقا ولو لمورد واحد لعدم وجود ما، أو حرمها لعدم وجود المنفعة المحللة في زمانه يومنا. هذا القيد شنو الآثار المترتبة عليه؟ الجواب هو أنه ذيك التي كانت أعيان نجسة لا يجوز المعاملة عليها، فإذا في زماننا صارت ماذا؟ من أهم التجارات العالمية. يجوز بعد أو لا يجوز؟ تقول لعد الشارع ليش أطلق؟ أقول لم يطلق، أنت أغفلت حكم الزمان والمكان، أنت أغفلت حكم الشرائط في ذلك الزمان، ما كان قدرة أكو على نقل الدم من بدن إلى بدن آخر. أما عندما صار إمكان نقل الدماء مولانا، المني مولانا، يجوز بيعه أو لا يجوز؟ روحوا في المكاسب المحرمة، يجوز بيعه ولا؟ مولانا الآن أكو بنوك للمني في العالم اللي هي هذا المني المحسن مولانا. عد يأتي التلقيح شنو؟ الإصلاح. هسه في الحيوانات أقول حتى أنه جنابكم ندروح لأذاتكم غير مكان. نتكلم في الحيوانات. الآن مولانا أكو أبحاث علمية معمقة في تحسين جينات من؟ ها؟ الآن بعض الخيول العربية تباع بكل راتب الحوزة مال 20 سنة. مولانا فتح صامي بعض. صحيح ولا مو صحيح؟ 20 مليون دولار و30 مليون دولار و50 مليون، صحيح هذا؟ انظروا مولانا اصطبلات خاصة اكو، يقول هذا خيل عربي اصيل. يعني شنو اصيل؟ جاوبني شنو اصيل؟ يعني غير مهجم، يعني التولد من مني ما. هاي بنوك الان قائمة في العالم والتجارة عالمية. انت مولانا بكل بساطة تقعد هنا بزاوية من زوايا قم او النجف تقول ويحرم بيع المني وخلاص وتجاوب. قال انت تعيش في عصرك، وين تعيش؟ قل لي وين تعيش؟ تعيش ذاك العصر، وان كان بدنك في اي عصر؟ بدنك في هذا العصر، والا منهجك، عقليتك، فكرك، طريق اسلوب حياتك وين تعيشه؟ ومن هنا ان شاء الله بعد ذلك وروايات متعدده مو واحده واثنين، العارف بزمانه لا تهجم عليه اللوابس. هذا يا زمان، هذا ان شاء الله بعد ذلك، هذا مو الزمان العرفي، هذا الزمان بالمعنى اللي احنا نقوله، المعنى الرابع والخامس للزمان والمكان. ما ادري واضح ولا هسه اهماتي، انا ما اروح لك للقضايا الاخرى اللي قد تسوي لي مشكله. في الخمر، في الكلاب، ولا الان كلاب البوليسيه شو يسوون في العالم؟ ها؟ يشتروها بملايين الدولارات ولا لا؟ اصلا يستوردون، اكو جهات متخصصه للراتب اصلا، حتى الوصيه بدها تتعلق بهم في الدول الغربيه مولانا، ملايين توضع لهم. هذين اين نحن منها مولانا اخواني الاعزاء؟ لو هم تريد تعيش انت العهود السابقه يا هم، اذا تريد واقعا طبعا ما اساله، ها يكون في علمه، لان الانسان هو صعب عليه التغيير، دائما يريد يعيش الحالة شنو؟ حالة الثبات والاستمرارية، التغيير وايد صعب. ولكنه اطمئنوا، بقدر ما أنتم تبتعدون عن هذه الأبحاث الجديدة بقدر ما يبتعد المجتمع ماذا؟ عنكم، ويجعلكم في زوايا من الإهمال والنسيان وعدم الاعتناء، لأن الحياة دا تسير باتجاه آخر، إلا إذا تقول بل هاي تكليفنا، ما عندنا تكليف آخر، لا حديث آخر.
تشخيص أن الشارع ماذا أخذ، وبذلك سوف يتغير شنو الموضوع كاملا، من كان موضوعا للحرمة والبطلان إلى موضوع ماذا للجواز والصحة. نفسها الكلب هو الكلب، وما تبدل، هو الكلب هو الكلب خلاص، الدم هو الدم خلاص، تبدل هذا العنوان لا لا هذا الدم. ولكن في زمان كان يقع تحت موضوع الحرمة والبطلان، وفي زماننا يقع شنو تحت الجواز والصح. وقد انتهى، تتمت الأبحاث إن شاء الله تأتي غد، والحمد لله رب العالمين. سلام الله، سلام الله، سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله، صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله، سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله، صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله، صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.